دلوقتي انا عندي 2 امبلانت بعد ما خلصت الامبلانت بلاننج بتاعي، وعايز اطلع موديل بالايه، بالانالوج سليفز بتاعته، بالديجيتال انالوج بتاعه، بحيث ان اقدر اركب الديجيتال انالوج مكانه. مش لازم ابقى محتاج السكان بادي. ليه؟ انا عندي خلاص الامبلانت اهو، انا افترضت ان انا حطيت 2 امبلانت، تمام. هروح على الكومبوننت وادور على الروت فورم، او هنا بما اني مستخدمه الروت فورم ادور على السكان بودي بتاع الروت فورم. هيبقى السكان بودي والانالوج الاثنين مع بعض، السكان بودي والانالوج بتاع الروت فورم، واقول له اعمل له ابند، يعني اظهره عندي. فنزل عندي هنا كل ده مع بعض. مش محتاج انا السكان بودي، يعني هقف على السكان بودي، هعمل له اكس ديليت، هيتبقى عندي الانالوج والانالوج سليفز بتاعي. كل اللي انا عملته، ممكن احاول هنا يظهر بالشكل المصمت او مش الشفاف، يعني هنا يظهر بالشكل الشفاف بتاعي. طيب دلوقتي الهدف بتاعي ايه؟ اتخيل ان انا عندي موديل فيه التو امبلانتس دول، وعايز مكان التو امبلانت يخرج لي الموديل مجوف من جوه لمكان الديجيتال انالوج، بحيث انه يدخل مكانه. طيب هركب ده في نفس المكان ده ازاي؟ اللي تابع الفيديوز اللي قبل كده، موضوع الزيرو بوزيشن مش هيفيدنا هنا قوي. امال ايه اللي هيفيدنا بالظبط؟ تعالوا نشوف مع بعض. اول حاجه احنا خلاص اخترنا الانالوج بتاعنا. شايفين بقى الايكونز اللي في الجنب دي؟ رقم 4 من تحت، اد اوبجكت كونسترينتس، هفتح واختار منها كلمه كوبي ترانسفورمز. يبقى تاني انا خلاص عملت سيلكت للاوبجكت اللي هو هنا الانالوج سليفز، او السليفز اللي هتخلق لي نيجاتيف سبيس بتاعه الديجيتال انالوج جوه الموديل. وهاجي على الايقونه الرابعه من تحت اللي هي المنظر ده، شبه بتاعه الجي بي اس كده، وهي اسمها ايه؟ برضو نعرف الحاجه باسمها اد اوبجكت كونسترينت. افتحها وادخل على كلمة copy transforms. مش هعمل اكتر غير ان انا اجيب الدروبر ده واقف على الامبلنت وبس. كل اللي اتعمل ببساطة خالص ان الجزء بتاع السليفز بتاعة الانالوج دخلت في مكانها بالظبط فوق الامبلنت، تمام. لو انا عايز الديجيتال انالوج بالسليفز بتاعته يتحركوا جوه، اعمل كنترول زد، هما تو اوبجكتس اهم، السليفز اللي بره والانالوج اللي جوه، هختار شيفت الاثنين واعمل لهم جوين، بقوا ايه، وان بارت. وهرجع تاني هجيب الدروبر واقف على الامبلانت، فكله اتنقل هنا مكان. طيب انا عايز بقى الموضوع ده ما يتحركش من مكان ويفضل في البوزيشن بتاعه ده زي ما انا كده، هقف هنا على كلمة object، واحدة واحدة هقف هنا على كلمة object، على كلمة apply، واضغط على كلمة visual transform. تمام، جميل. implant التاني هعيد نفس الموضوع، يجي هنا وعمل append. ممكن اعمل من الاول خالص duplicate للجزء ده، تاني بختار الأيقونة دي Add Object Constraint، بعدين أفتحها وأختار كلمة Copy Transform، وفي الدروبر وأقف على الإمبلمنت جت مكانها عشان تفضل في مكانها، أقف على Object وأجي على الكلمة بتاعة Apply وأقف فيها على Visual Transform. كده أنا جاهزة الأنالوج بتاعي، أو الأنالوج سليفز بتاعي جاهز من دلوقتي. لو في موديل